وبالعودة للتطورات في تونس، معنا من هناك مراسلنا سيف الدين العامري لاطلاعنا على آخر تطورات جلسة الاستماع إلى راشد الغنوشي. نعم، في الحقيقة تم الاحتفاظ بعلي العريض. أولا الرجل رقم 2 في تنظيم حركة النهضة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه ابتداء من 5 مساء من يوم أمس. نتحدث هنا عن وزير الداخلية الذي كان يدير الداخلية في فترة بين 2011 و 2013، وهي الفترة التي سافر فيها أكثر من 3000 متطرف تونسي تم استقطابهم في تونس وتحويلهم إلى جبهات القتال في ليبيا أو سوريا. طبعا الداخلية التي تمسك الآن بزمام التحقيق مع الرجلين تعلم جيدا، ولديها قياداتها التي تعلم ملابسات قضية تسفير الشباب التونسي إلى سوريا بين 2011 و 2013، تلك الفترة التي شهدت كما قلت ذروة تسفير الشباب. أما عن الغنوشي طبعا فقد أخذ علي العريض الوقت الكبير الذي تم التحقيق فيه معه، فطبعا الغنوشي دوره الآن سينطلق تقريبا بعد أسبوعات من الآن سينطلق التحقيق معه، وربما قد نشهد يعني حلين بالنسبة للنيابة العمومية، إما أن تحتفظ براشد الغنوشي كما احتفظت بعلي العريض، أو أن تضع الغنوشي في إقامة جبرية داخل مربع معين في العاصمة. طبعا هذه التسريبات لسنا إلى حد هذه اللحظة متأكدين منها من مصدر رسمي، ولكن بعض المقربين من أجهزة التحقيق القضائية تتحدث عن هذا الموضوع. طبعا علي العريض الآن قد تم إيقافه بناء على بعض الدلائل القريبة والمنطقية وشبه الدامغة، بأن الرجل طبعا كان مسؤول عن وزارة الداخلية في تلك الفترة، لديه يعني خيوط ولديه ربما شكوك كبيرة ومورط ربما في مسألة التسفير وتسفير تحول الشباب إلى سوريا. لا نتحدث هنا هذه القضية، وإنما نتحدث عن أكثر من 110 أشخاص من بينهم رجال أعمال كوادر كبرى في وزارة الداخلية، محافظ أمن المطار، أمنيين في مستوى يعني ليس مستوى متوسط إلى آخره. هذه القضية كبيرة وقضية طبعا شائكة، ولكن إذا تم الاحتفاظ بعلي العريض أمس في السجن طبعا لاستكمال التحقيق، فالأكيد أن هذا العدد سيتسع وسيكبر بناء على اعترافاته هو شخصيا وربما اعترافات عشرات الأشخاص الآخرين. نعم سيف، نحن لدينا الآن يعني راشد الغنوشي وعلي العريض، وهناك أيضا محمد فريخ القيادي السابق الذي تم حبسه. نعم. ما هي النتائج السياسية التي ستؤول إليها هذه التحقيقات خصوصا على حزب النهضة؟ يعني في الحقيقة منذ أكثر من سنة، 25 من يوليو الماضي رسميا صحيح أن هناك ابتعاد عن السلطة، ولكن لطالما كانت النهضة تبتعد عن السلطة سابقا وتحكم من وراء الستار بحسب عديد المراقبين، ولكن الآن حتى ابتعادها عن السلطة أيضا هو مفرغ من أي امتداد شعبي حسب طبعا صبر الآراء ومؤسسات وشركات صبر الآراء في تونس التي تؤكد مثلا، يعني لو أخذنا على سبيل المثال أن أكثر الأشخاص يعني بين ضفرين مكروهين أو غير شعبيين في تونس الآن أو فقدوا شعبيتهم هو راشد الغنوشي، فمنذ تقريبا 9 أشهر والبارومتر السياسي في تونس كل شهر تقريبا يذكرنا بهذه القاعدة وبهذه الملاحظة. ثانيا وهذا الأهم، أنه إذا تم الإدانة الجنائية لأي قيادي من حركة النهضة سنعود أو ستعود تونس إلى تلك الفترة التي
عانى منها تونسيون وحتى الأشقاء الجزائريين من التطرف العنيف بين ظفرين، وهي فترة الثمانينيات والتسعينيات. نتحدث عن فترة كانت فيها حركة النهضة يعني تمارس فعلا أعمال عنف، وقد تورطت فيها فعلا وسجن عدد من أفرادها سابقا، ونحن الآن قد وقفنا عند عديد الاعترافات من قياداتها السابقة بالتورط في أعمال العنف. الآن تعود تلك الصورة إلى الذهن لدى عديد التونسيين بأن الإسلام السياسي بشكل عام لا يستطيع أن يتأقلم مع الدولة الحديثة والدولة القادرة على ديمقراطية مجالها الشعبي ومجالها الإنساني إلى آخره، بناء مؤسسات ديمقراطية. فالمشكل هنا هو أن الإدانة الجنائية يعني طبعا ستحاصر حركة النهضة أكثر سياسيا، وربما قد تنهيها تماما عن المستوى السياسي في تونس. نعم. ولكن النقاش هنا لا يزال حول الزمن القضائي الذي ربما سيطول. صحيح أن هناك إيقاف لعلين عريض الآن، ولكن التحقيقات في عديد الملفات الأخرى ليس فقط ملف التشوير لا يزال مفتوحا على مصر عارفة. نعم، مراسلنا سيف الدين العامري من تونس، شكرا جزيلا لك.